قالت مصادر عسكرية أن معارك عنيفة دارت بين الجيش الوطني والميليشيا الحوثية في جبهة عدوان شرق مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف. أسفرت عن مصر عدد من القيادات الحوثية إلى جانب عدد آخر من عناصر الميليشيات الانقلابية. ولفتت المصادر إلى أن من بين القتلى قياديين ينتمون إلى محافظة صعدة معقل زعيم الميليشيا، وهما المدعو محمد يحيى شعيلة وحسين خالد الجوفي. هذا وكانت مقاتلات التحالف العربي قد دكت مواقع وتعزيزات حوثية موقعة خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. لقي عدد من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم وجرح آخرون في مواجهات شمال محافظة مأرب. وقال مصدر ميداني أن معارك عنيفة تدور بجبهة مخدر ومجزر شمال محافظة مأرب لليوم السادس على التوالي. وأضاف المصدر أن العشرات من ميليشيا الحوثي قتلوا وجرح آخرون في المواجهات التي شهدتها الجبهات خلال الساعات الماضية. ولفت إلى أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة تمكنت من كسر هجوم واسع لميليشيات الحوثي بالمخدر ومجزر، وشنت هجوما مضادا كبدت الميليشيات خسائر كبيرة، حيث لا تزال جثث الميليشيات مرمية على امتداد المواقع التي دارت فيها الاشتباكات. سقط عدد من الضحايا المدنيين بهجوم لميليشيا الحوثي الانقلابية استهدف مناطق آهلة بالسكان شمالي غرب محافظة مأرب في وقت متأخر من مساء الاثنين. وقالت مصادر محلية أن ميليشيات الحوثي الانقلابية استهدفت بطائرة مسيرة مفخخة مناطق آهلة بالسكان في مديرية مدغل شمال غرب محافظة مأرب. وبحسب المصادر فإن الاستهداف الحوثي أسفر عن إصابة 4 مدنيين بعضهم إصابته خطيرة، ويأتي ذلك في إطار الاستهداف المتواصل للمدنيين في محافظة مأرب الذي تشنه الميليشيا الحوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة. شهدت جبهة الشقب الشرق مديرية صبر الموادم بتعز مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الانقلابية. وحسب مصادر عسكرية فإن مواجهات عنيفة اندلعت في جبهة الشقب إثر هجوم شنته ميليشيا الحوثي على مواقع الجيش، مشيرة إلى أن المواجهات استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة. وأكدت المصادر أن قوات الجيش تمكنت من كسر الهجوم الحوثي. وأضافت المصادر أن الميليشيا شنت الهجوم بهدف سحب جثث 4 مهندسي ألغام قتلوا بنيران الجيش، وأشارت إلى أن مهندسي الألغام قتلوا في تبة الصالحين أثناء زراعتهم للألغام. استهدفت ميليشيات الحوثي الإجرامية القرى السكنية ومنازل المواطنين في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة. وقالت مصادر محلية إن الميليشيات الحوثية استهدفت القرى السكنية بقذائف الهون الثقيلة، كما فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على منازل المواطنين بصورة عشوائية. وتواصل ميليشيات الحوثي مسلسل خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية في الحديدة باستهداف القرى السكنية ومنازل المواطنين، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء.